السلام عليكم المشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا كاملين نلقاكم على خير وبخير يا ربي، دائما في اخبار اليوتيوب وجديد اليوتيوب واشنو كنشوفوا واشنو واقع في هذا اليوتيوب. اليوم الموضوع اللي غادي نهضروا عليه هو ديال الرجوع ديال سعاد، وكنعطيوكم واحد كما تنقولوا واحد السؤال: شكون اللي قبل يوقع ليه بحال هذا المشكل ديال سعاد؟ شكون اللي يقدر يتزوج ويطلق والعود الراجل يتزوج وهو يبغي يرجع للزوج ديالو؟ كلشي بزاف ديال الاسئله اللي كما تنقولوا كنعيشوها وكاينه في الحياه ديالنا. كلشي بغينا نعرفوا الاراء ديال الناس، واش غيقبلوا بهذا الشيء، واش ما غيقبلوش، واش يقدروا يعيشوا حياه بحال هذا الشكل اللي شفنا على السوشيال ميديا واللي كتشارك الحياه اللي كتشارك دابا في اليوتيوب. كيف ما شفنا الاخت سعاد خرجت ووضحت لنا امور ديال الرجوع ديالها، وقالت للناس عطيوها الراي ديالهم، واش هادشي اللي غاديه فيه صحيح، واش مزيان، واش حيت هي الرجوع جاها صعيب 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 بزاف. قالت الرجوع صعب من الزواج اول مره، وفعلا الواحد لا من الجهه القانونيه لا من الجهه كما تقولوا الشخصيه. هي قالت مني بغيت نتزوج اول مره، جمعنا غير شي وريقات ساهلين ماهلين ومشينا تزوجنا. دابا بالنسبه لهذا الزواج هذا ما بعد المراه ما بعد الطلاق، كيف ما حكات الاخت جاها صعيب بزاف، وخاصه بزاف ديال الاوراق، وخاصه بزاف ديال القبول، وديال خاص الزوجه تكون موافقه، وخاص 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 بزاف. وعاد ما غاديش زعما تزوج في نهارها ولا تزوج في سيمانتها، خاصه تسنى واحد ثلاثه ديال الشهر عاد تقدر القانون او العدول يوافق بان هاد السيده ترجع للزوج ديالها اللي كان الزوج ديالها من قبل. ولكن هما راهو ما غاديينش يردوها كانها كانت زوجه من قبل، غادي يردوها بانها غادي يتزوج بها اول مره، وخاص ضروري الموافقه ديال المره الاولى اللي هي الزوجه الثانيه اللي تزوج بها. على العموم قدام العدول وقدام القانون كتبان انها الزوجه الاولى هي الزوجه الثانيه، انها تعطي الموافقه عادي يمكن يوافقوا، عادي يمكن الزواج يتم ديال هاد الزوجه الثانيه. داكشي علاش كنقول واحد النصيحه للزوجات كاملين على العموم، نصيحه من القلب، قبل اختي ما تسربي، وقبل ما تسرعي، وقبل ما يجيك واحد النرفزه، راجعي راسك، راجعي راسك، وتكوني متيقنه ومتاكده من داك الخبر بانك غادي تطلقي، وبانك ما قادراش تعيشي مع داك الانسان، وتعطي مهله لراسك بزاف بزاف ديال التفكير. داكشي علاش الواحد ما عمره يتسرع. دابا هاد القصه اللي قدامنا، هاد القصه اللي كنشوفوها، هاد القصه راها في نفس الوقت كتعطينا درس، في نفس الوقت حنا كنتابعوها، في نفس الوقت كناخذوا منها واحد بزاف ديال كيف كنقولوا واحد الافكار، واحد كيفاش نكملوا الحياه ديالنا. عطاتنا اول فكره بعدا الصالح كاع المتابعين انهم ما يبقاوش يزربوا، ما يبقاوش يتسرعوا. عندك خلافات مع داك الزوج او مع المراه ديالك، ما تسرعش وما تمشيش للطلاق هو الحل. تقولي صافي انا غادي نهي الطلاق، غنمشي هي تمشي في جي وانا غنمشي في جي، ابدا ما تسرعوش وما تاخذوش داك القرار المزروب كما تنقولوا بالعربيه، قرار مزروب. الواحد دائما يفكر كما تيقولوا 100 تخميمه تخميمه ولا ضربه بالمقص، دائما الواحد يخمم اشنو غادي يدير في الحياه ديالو. دابا من بعد الطلاق كيف ما شفنا هاد القصه ديال سعاد، من بعد الطلاق السيده قالت صافي انها ما بقاتش باغا هاد الانسان، كيدخلوا ناس للصلح ما بقيتش انا باغا الرجوع. ولكن فاش هاد السيده